السلام عليكم. من المنتظر أن يشهد السودان نهاية لأزمة سياسية ممتدة منذ أواخر عام 2021 بالتوقيع على الاتفاق النهائي بين العسكر وقوى سياسية ومدنية في البلاد. يقضي الاتفاق بتشكيل جيش وطني موحد ينأى عن السياسة وإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة الانتقالية، وكذلك تنظيم انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية فضلاً عن تنفيذ اتفاق السلام في جوبا. وبالرغم من أجواء تفاؤل بانفراجة في البلاد أشاعها الاتفاق، فإن بعض المراقبين يتحدث عن عقبات قد تعترض نجاحه، في مقدمها رفض عدد من القوى السياسية والعسكرية له. ومن أبرز القوى الرافضة للاتفاق الكتلة الديمقراطية بزعامة ماني أركاو مناوي وحركة العدل والمساواة التي يرأسها جبريل إبراهيم الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية في الحكومة الراهنة، فضلا عن تجمع المهنيين السودانيين وقوى مدنية أخرى. وترجمة لهذا القلق من احتمالية التأثير على نجاح الاتفاق، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا قراره بإغلاق منطقة الشرق في السودان في يوم توقيع الاتفاق، بينما لوح جبريل إبراهيم بانقلاب عسكري في البلاد. نحن في حديث العرب نتوقف مع هذه التفاعلات لنبحث فرص نجاح الاتفاق ومدى التأثير السياسي والميداني للقوى الرافضة له. أهلا بكم. مجدداً يثور الجدل بشأن مدى جدوى مخرجات الحوار بين المدنيين والعسكريين في السودان لحل الأزمة المحتدمة في البلاد. قبل أيام قليلة أعلن في الخرطوم عن جدول زمني للاتفاق النهائي بين المؤسسة العسكرية والمدنيين، يتضمن التوقيع على الاتفاق مطلع شهر نيسان المقبل، على أن يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من ذات الشهر تزامناً مع الذكرى الرابعة لسقوط نظام البشير. وكما حدث مع الاتفاق الإطاري، انقسمت القوى السياسية السودانية بين موافق يعتزم التوقيع على الاتفاق النهائي ورافض للاتفاق متمسك باللاءات الثلاثة الشهيرة: لا تفاوض مع العسكر، ولا شراكة معهم، ولا شرعية لحكمهم في السودان. انقسام يرى محللون أنه يضع الكثير من العقبات في طريق العملية السياسية المتعثرة، لا سيما أن على رأس الرافضين تجمع المهنيين السودانيين الذي كان ضمن النواة الصلبة للثورة الشعبية التي أطاحت بالبشير، كما تضم قائمة الرافضين كذلك الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي ولجان المقاومة، فضلا عن جناح الكتلة الديمقراطية المنضوية ضمن قوى الحرية والتغيير، بينما يظل الجناح الآخر ممثلا في المجلس المركزي ضمن قائمة الموقعين على الاتفاق، إلى جانب الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية. وبينما يؤكد مؤيدو الاتفاق أن قطار العملية السياسية في السودان يسير نحو إيجاد حل نهائي ينهي سيطرة العسكريين على السلطة ويؤسس لدولة مدنية حديثة، يرى الرافضون للاتفاق أنه ليس هناك ما يدعو إلى الثقة بالمؤسسة العسكرية التي تسعى في رأيهم إلى تصفية الثورة والإفلات من العقاب وتكريس وجودها في السلطة تحت مسمى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبحسب محللين، فإن احتمالات نجاح أو فشل الاتفاق تكاد تتساوى، الأمر الذي يحيل الجميع إلى مراقبة ما ستسفر عنه الأسابيع القليلة المقبلة من تطورات في المشهد السوداني. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو محافظ الألقاب حامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي الأسبق، والدكتور خالد الحسين الباحث والمحلل السياسي، وعبر زوم من الخرطوم شوقي عبد العظيم الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ مع الأستاذ حامد. يعني الآن
وصل السودانيون يبدو ربما نقول بكثير من الهدوء والتعقل حفاظا على مصلحة البلاد ومستقبلها إلى اتفاق نهائي من المفترض أن يضع حدا للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. هل هذا الاتفاق نضج في ظروف سياسية وأمنية داخلية مناسبة أنضجته، أم أنه يعني استجابة لضغوط من الخارج على غرار ما قيل عن اتفاق الإطاري الذي وقع قبل 3 أشهر تقريبا؟ من الصعب أن تقول وصل السودانيين إلى اتفاق. هذا التعريف فيه شيء من الخطأ، لأن الذي توصل إلى الاتفاق هم طرفين. بطبيعة الحال هي القوات المسلحة أعلنت من قبل أنها هي خرجت من العملية السياسية. من هم الطرفان؟ تقصد العسكريون؟ العسكريين والأحزاب القليلة العدد والجماهير اللي هي الممثل وهو الميسر. لكن جعفر حسن المتحدث باسم حركة تحالف التغيير قال بأن اجتماعات على مدى أسابيع مثلها 200,000 سوداني شاركوا في هذه ورش العمل واللقاءات. كلام غابل للأخذ والرد. 200,000 في أي قاعة اجتمعوا وبانوا يمثلون وما هي هذه القطاعات؟ هذا كلام سياسي للاستهلاك، لكن الواقع أن تتحدث أن توصل السودانيين هذا كلام غير صحيح. الذين توصلوا لهذا الاتفاق هم عدد القوات المسلحة كطرف، وأحزاب الحرية والتغيير المنقسمة على نفسها طرف آخر. ثلاثة أحزاب، حزب فئة كبير وحزبين صغار، يعني هم توصلوا لهذا الاتفاق. ولكن المشكلة في أنه أن تسمي هذا الاتفاق هي نفسها مشكلة في التعريف القانوني والسياسي. لماذا؟ الاتفاق دائما بين طرفين، بينهم عمليات تفاوض حول قضايا محددة يتوصل فيها بإجراءات فنية وسياسية وقانونية الاتفاق. ولكن الذي يجري الآن هو محاولة إعداد صفقة لقيام سلطة جديدة لمجلس الشعب المركزي للحرية والتغيير للثلاثة أحزاب، وضرب عرض الحائط بقوة المجتمعية كلها السودانية، سواء كان أحزاب أو قوة مجتمعية أو أي مجموعات مقاومة أو أحزاب مدنية أخرى. فالذي يجري الآن بأي حال من الأحوال هو عقد إذعان لتقسيم هذه الصفقة بين الطرفين السياسيين العسكري ولا ما يسمى بالمجلس المركزي للحرية والتغيير. طب دكتور خالد، يعني برأيك ما نسبة الأسئلة التي أجاب عنها هذا الاتفاق ونحن نتبنى الرواية الرسمية فيما يتعلق بطبيعة الدولة وآليات انتقال السلطة وتداولها في البلاد؟ هو يعني يمكن الذي جرى أو الذي يعني يجري الآن حقيقة يعني على الرغم من الذي تم الإعلان عنه والمسودة الاتفاق النهائي التي أرسلت للأطراف مختلفة، لكن بتشعر بأنه كل هذا الذي يدور هو عبارة عن مسرحية يتم الإعداد لها باحترافية عالية مجربة من المايسترو الذي يضبط هذا اللقاء واللي هو فولكر بصورة مفصلة وبصورة دقيقة. لأنه هذا الإعلان السياسي الذي تم توزيع المسودة بتاعته وتكلم فيه عن كل هذه السؤال الذي يعني تفضلت حضرتك به كان قبل ما يعني حتى يتم ختام الورش المختلفة، والورش يعني ما زالت شغالة إلى البارحة. كانت الورشة بتاعت الجانب الأمني، الشق الأمني، وتضمنت التوصيات أو على الأقل الشكل الذي يلي هذه الجهة الأمنية أو الجهات الأمنية بتفاصيله في الإعلان السياسي. وكان يفترض إنه الذي يتم في الإعلان في الورشة بتاعت العمل الأمني يتم توصياته إدخاله في الإعلان السياسي. فزي ما قلت لك إنه المسألة هي عبارة عن إعداد كامل لمسرحية كاملة يعني إعداد بواسطة. لماذا دكتور إعداد؟ أليست البلاد يعني مضطربة سياسيا وحتى في الشوارع الناس تتظاهر؟ ألا تشعر بأن السودان بحاجة إلى اتفاق يعني يهدئ من روع المواطنين وينطلق البلاد نحو أفراد طبعا جديدة؟ الاتفاق عندما يكون بين القوى الحقيقية والقوى الفعلا المؤثرة في المجتمع وتكون هذه القوى يعني فعلا الحس الوطني بالنسبة لها عالي جدا، تقدم المصلحة الخاصة المصلحة الحزبية، يعني تقدم مصلحة الوطن على المصلحة الخاصة والمصلحة الحزبية، ويأتي التوافق بين الكتل كلها والوجهات النظر السياسية وتتنازل عن بعضها البعض لكي يتم تقديم مقترح، هذا المقترح من أجل السودان أو من أجل الوطن. لكن الذي يحدث أن هنالك فئة محدودة، هذه الفئة المحدودة مدعومة بخط غربي واضح لإنفاذ الأجندة الغربية،
لأن هذه القوى الغربية تعلم تماما أنه القوى الوطنية والموجودة واللي هي المعارضة لي. ما هي الأجندة الغربية في السودان؟ تغيير كل الهوية السودانية، ودي كان بدت بصورة واضحة جدا في فترة بتاعت الثلاث سنوات التي يعني بدت فيها قوى الحرية والتغيير الجسم المركزي، عندما كانت بتسمى بأربعة طويلة، وبدت تنفذ في هذه المشاريع في القوانين كل القوانين والقيم المتعلقة بالشأن السوداني، هي بدت يعني التغيير لها بصورة مشكدة حتى في المناهج. يعني يمكن يكون من الغرائب، من المسائل التي لا يمكن أصدق العقل، مجموعة محدودة في داخل السودان واللي هو ممثلة الحزب الجمهوري وكان القراي اللي هو من هذه المجموعة، وكل لهم همة الوضع المناهج، فكان المناهج يعني واحدة من مناهج التعليم التعليمية من ضمن المفارقات ولا النكات اللي بقول لك إنه بتبريره لحذف صورة الزلزلة من المناهج بأنها مخيفة ومرعبة، تصل لمرحلة إنه تصوير الذات الإلهية في منهج من المناهج. يعني أنت تتحدث عن تغيير لقيم بصورة. طبعا الغرب كان في ذهنه إنه الحكومة السابقة هي حكومة بتاعت إسلاميين وحكومة بتاعت أصوليين وإسلام سياسي والآخرين، وبالتالي هذه الحلال الذي يتم لابد أن يكون 180 درجة، وبدت هذه المسألة في القوانين المختلفة، كل القوانين كانت موجودة والقيم بالنسبة للسيداء وبالنسبة للأخلاق بالنسبة للمثليين، كل هذه المسائل تم التشريع لها بصورة واضحة جدا. يعني طيب دعنا نسمع رأيا من السودان من الخرطوم. أستاذ شوقي، يعني الضيوف هنا يتحدثون عن أن هذا الاتفاق أشبه ما يكون بصفقة بين فريق محدد والعسكر، لكن بعيدا عن هذا الرأي، المجلس العسكري أو المجلس المركزي لقوى تحالف التغيير الحرية والتغيير أبدى تفاؤلا كبيرا وقال بأن هذا الاتفاق ليس كسوابقه وبأنه أفضل منها، وأن السودانيين يعني سيجدون أنفسهم في هذا الاتفاق، خصوصا بعد فعاليات وأنشطة ومؤتمرات كثيرة شهدها أكثر من 200,000 سوداني على ذمة المجلس المركزي. ما الجديد؟ أنا أريد أن أسألك، ما الذي يجعل تحالف قوى الحرية والتغيير على هذا القدر الكبير من التفاؤل بهذا الاتفاق؟ نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا. هذا كان متوقع من ضيفي أن يقولوا مثل هذا الكلام، أن يقولوا هذه صفقة ويحاولوا أن يبخسوا هذا الاتفاق، لأن ضيفي هم من الذين صفقوا. يعني هم يعبران عن رأيهما، قد يكون الرأي الصواب هو عندك، لكن لو توضح لي من فضلك يعني سبب التفاؤل الذي يتمتع به. نعم، أحترم رأيهما، ولكن حتى يفهم المشاهد فهما صحيحا للأمور، فهذا هم الذين النظام الذي سقط. أبو كان حامد ممتاز كان ضمن هذا النظام، كان وزيرا للحكم الاتحادي، ففقد السلطة هو الذي يدفع كثيرين بهذا التناقض. ألتمس منك أن نبتعد عن شخصنة الأمور أستاذ شوقي من فضلك، لو نلتزم. نعم. بجوهر السؤال تفضل. نعم، فلذلك كان هذا متوقعا. أولا، الحرية والتغيير هي الآن تمثل القوى السياسية الحقيقية، والقوى السياسية الحقيقية عندما نقول ذلك لأن هنالك محاولات كثيرة لإبعاد الحرية والتغيير، والناس تذكر الاجتماع الذي تم في السلام روتانا، اتفاق السلام، محاولة حل الأزمة السياسية، وعندما غابت الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي يوصف الآن بأنه بلا جماهير وأحزاب قليلة وهكذا، انهارت العملية السياسية تماما، واضطرت الأمم المتحدة أن تلغي العملية السياسية مع الكتل الأخرى التي قطعتها الحرية والتغيير، وهذا يؤكد أن الحرية والتغيير هي لديها جماهير ولديها تأثير سياسي، وهي التي قادت الثورة التي يعني كما لو أنك تتحدث الضغط. بأن هذا الاتفاق هو المعني به بالدرجة الأولى تحالف قوى الحرية والتغيير، وليس كل الحرية والتغيير، وإنما المجلس المركزي يعني فرع من هذا التحالف. نعم، المجلس المركزي هو رمح العملية السياسية الآن لتأثيره ووجوده السياسي الكبير في السودان، الذي أجبر العساكر أيضا، أجبر القوات المسلحة، قادة القوات المسلحة أن يتراجعوا عن الانقلاب الذي حدث. لكن أستاذ شوقي، معذرة، عندما يقول المتحدث باسم المجلس المركزي لقوة تحالف الحرية والتغيير يقول بأن السودانيين سيجدون أنفسهم في هذا الاتفاق، حبذا لو توضح لي من الناحية العملية يعني كيف سيجد السودانيون أنفسهم في هذا الاتفاق؟ نعم، السودانيون كانوا يطالبوا بأشياء محددة، هذه الثورة
التي خرجت كانت تطالب بالسلام والحرية والعدالة، كانت تطالب بإنهاء الفساد الذي حدث خلال 30 سنة الماضية، كانت تطالب بإبعاد العسكريين من المشهد السياسي بعد انقلاب 25 أكتوبر لا يكون لهم مشاركة سياسية، كانت تطالب بالعدالة في التنمية وفي توزيع التنمية وفي إنهاء التهميش الذي حدث خلال 30 سنة، تطالب بتحقيق السلام وتوفير كل السلام. كل الأحزاب والقوى السياسية السودانية تطالب بهذه المطالب أستاذ شوقي. لا لا، الاتفاق سيحقق ليست مطالب القوى السياسية. هو جعفر حسن تحدث بأن هذا الاتفاق الذي سيحقق للسودانيين هذه المسائل، لأن هذا الاتفاق هو إرادة الشعب السوداني بشكل كبير الذي خرج بجموع غفيرة شهيد العالم لإسقاط نظام المؤتمر الوطني. هؤلاء الشيوخ الآن هم أغلب هؤلاء يؤيدوا العملية السياسية التي انطلقت، التي تطالب بإبعاد العسكر من السياسة، أن تكون مطالبين بالدولة المدنية، الدولة الديمقراطية. حتى الحزب الشيوعي والمجموعات الجذرية التي ترفض هذا الاتفاق الإطاري تطالب بذات المطالب، تختلف معهم في الوسائل وفي الأدوات، ولكن تتفق بأن يبعد العسكر من المشهد السياسي، تطالب بأن يتم معاقبة الإسلاميين الذين نهبوا وأفسدوا في البلاد وقتلوا الشعب السوداني. هذه مطالبات مشتركة حتى بين عدد من القوى السياسية التي ترفض الاتفاق الإطاري من الديمقراطيين. نعم. فلذلك عندما قال هذا الكلام يعني أنه سيحقق حتى للرافضين من الحزب الشيوعي أو القوى الجذرية التي ترفض، تسمى جذرية لأنها تريد تغيير جذري، يعود الإسلاميين إلى السجون، يحاكم الإسلاميين على الفساد الذي أفسدوه، على القتل الذي قتلوه خلال 30 سنة الماضية، تطالب بأن يبعد العسكر من السياسة نهائيا وأن تكون هنالك تحول ديمقراطي. ولكن في اختلاف في الوسائل، القوى الحرية والتغيير ترى أن هذا المحاسبة ومحاسبة الفاسدين خلال 30 سنة ستتم عبر العملية السياسية. لكن عندما أستاذ شوقي، عندما يتبنى المحللون السياسيون وجنابك منهم وفريق سياسي في السودان، عندما يتبنى خطاب أن الإسلاميين الذين ارتكبوا أعمال القتل خلال الفترة الماضية، ألا ترى بأن هذا الخطاب يؤجج الانقسام في المجتمع السوداني؟ لماذا لا يقال بأن النظام السابق مثلا بعض التجاوزات التي ارتكبها؟ سنبحث بشيء من التفصيل هذه الأمور، ونبحث أيضا القوى الرافضة لهذا الاتفاق، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل قصير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أسعدكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن الاتفاق النهائي بين العسكر والمدنيين في السودان وفرص نجاحه. دكتور خالد، يعني على الجانب الآخر هناك قوى رافضة يعني ليست قليلة لهذا الاتفاق. نحن نتحدث عن جبريل إبراهيم الذي يرأس حركة العدل والمساواة، نتحدث عن القسم الآخر من تحالف قوى الحرية والتغيير وهو التكتل الديمقراطي، نتحدث عن إسلاميين، عن قوميين، عن يساريين، عن تجمع المهنيين السودانيين. ما الذي يجمع كل هذا الخليط على هدف واحد وهو رفض هذا الاتفاق؟ ما الذي جمعهم؟ نقطة واحدة فقط، مسألة واحدة هي التي تجمع هذه القوة الكبيرة جدا لترفض هذا الاتفاق، واللي هو إنه هذا الاتفاق يريد أن يكرر تجربة فاشلة لمدة 3 سنوات كانت بتمثلها أو بتقودها الحرية والتغيير المجلس المركزي. وهذه القوة يعني المحدودة والتي تكون الحرية والتغيير القوة المركزية هي مكونة من 3 أحزاب: حزب المؤتمر السوداني، حزب الأمة، والتجمع الاتحادي. بالنسبة للمؤتمر السوداني، المؤتمر السوداني في تاريخه لم ينزل انتخابات،
ويعني العدد محدود جدا، كان طبعا معهم الشيوعيين وكان معهم البعثيين وكلهم انسلخوا منهم، وديل في تاريخهم يعني يمكن الأكثر حاجة كان الشيوعيين أظنهم كان عندهم 5 مقاعد، والبعثيين ما كان عندهم مقعد في تاريخ الانتخابات اللي تمت في السودان في الفترات السابقة. حتى هذه بعد ما انسلخ منهم الشيوعيين وبعد ما انسلخ منهم البعثيين، المجموعة الموجودة الآن هي كذلك في داخلها متنافرة تماما ومتشاكسة تماما. القوة الموجودة الآن يعني الخلافات في داخل حتى حزب الأمة، حزب الأمة الآن فيه كتلتين، وحتى الكتلة كانت في البداية متماهية مع الحرية والتغيير الجسم المركزي أو مع اليساريين بالتحديد، الآن تغلط دوره تماما وأصبح على الأقل هنالك خط كبير جدا من عبد الرحمن الصادق ومن مريم الصادق ومن برما ناصر، هذه أقرب الآن في هذا الوقت للكتلة الديمقراطية من الحرية والتغيير الجسم المركزي. فبالتالي يعني هذه المجموعة التي يعني زي ما قلت لك إنه الرفض إنه هذه المجموعة التي فشلت في طيلة 3 سنوات الماضية كان بضغط خارجي زي ما ذكرت في البداية، بضغط خارجي لإعادة هذه المجموعة مرة أخرى، وتم الضغط على العسكريين وتم الضغط على المدنيين الاثنين مع بعض، ودي كانت بحاضرة مشهودة من مندوبة الأمريكية التي أرسلت لهذا الغرض واللي هي اسمها ليفي، وجمعت الحرية والتغيير الجسم المركزي وجمعت معهم العساكر، وتكلم بصورة واضحة جدا إنه الشارع ما معاكم، ما في أي واحد منكم يدعي بأنه الشارع معاهم، فبالتالي إذا حصل تغيير أنتم حتدفعوا الثمن، فبالتالي لابد أن تتوافقوا الاثنين مع بعض. ودي كانت بداية التفاوض بين العسكر وبين المدنيين الجسم المركزي لإنتاج الاتفاق الإطاري، دي كانت البداية بتاعة التقارب بيناتهم الاثنين لإنتاج الاتفاق، على الرغم من كانت اللاءات المرفوعة لا شراكة ولا تفاوض واو إلى آخره وغيره. فبالتالي الرفض الأساسي من كل هذه القوة اللي هي إعادة التجربة بتاعت 3 سنوات الفاشلة. لا لكن نعم. لكن دكتور خالد ثمت رأي آخر ربما نعم. يعبر عنه لو أذنت لي نعم. يعبر عنه، وهنا أنتقل منك إلى الأستاذ حامد فقط نعم. يعبر عنه فولكر بيرتس المبعوث الأممي الخاص للسودان، يقول في رسالة إحاطة إلى مجلس الأمن، يقول بأن الرافضين لهذا الاتفاق إنما يرفضون بسبب ضعف تمثيلهم في الاتفاق وضعف نسبة مكاسبهم السياسية ومناصبهم في الاتفاق. يعني ألا ترى بأن مثلا عندما يقول جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بأن هذا يكرر منطق الوصاية، أليس مدفوعا بضعف تمثيله ومكاسبه السياسية كما قال المبعوث الأممي الخاص؟ الساحة السياسية الآن مليئة بالمغالطات السياسية حول الأحجام والقياس الجماهيري والشعبي والانتماءات السياسية، لا يحسم ذلك إلا صندوق الانتخابات. لكن خلينا الآن إحنا نقيس في الواقع. المجلس المركزي للحرية والتغيير الذي يتحدث عن أنه في يناير 2019 كان جسمهم يشمل أكثر من 100 جهة سياسية، الآن هذا الواقع وبوضوح شديد جدا تمثله 3 جهة سياسية، هي حزب الأمة ويعاني اختلالات داخلية، وهي حزب التجمع الاتحاد الديمقراطي وحزب صغير لم يوجد له تاريخ أصلا، وحزب المؤتمر السوداني الذي يعاني اختلالات وانقسامات داخلية. هذا هو المجلس المركزي للحرية والتغيير، هذا كله أمام حشود الجماهير السودانية، دعك عن أي موقف سياسي آخر ودعك عن أي حزب جبريل أو غيره، جموع السودانيين في القوى المجتمعية الحية كلها بما فيها القوات المسلحة هي تواجه هذا الاتفاق. نحن كلنا نسعى الآن للخروج من حلبة الصراع هذه إلى ساحة الاستقرار، لكن ليس بالطريقة التي يتحدث عنها شوقي عبد العظيم بأنهم يمثلون الأساس للأحزاب السياسية. هم ليسوا أساس للأحزاب السياسية، ولكن طب عشرات الأحزاب، عشرات القوى الاجتماعية، عشرات المؤسسات دعني أكمل، هي الآن تواجه هذا الاتفاق. الاتفاق هذا لم ينهي أزمة كما جاء في تقريركم، بل فتح عدة أزمات، أغلاها الآن في هذه الأزمات هو الصراع المسلح الذي سيقع بين القوات المسلحة والدعم السريع إذا استمرت هذه الحالة بهذا الصراع. هذه هي بداية أزمة ضخمة وليست حل سياسي، لأنه الآن هي فقط جري خلف قسمة الصوت الجديدة وعودة للمربع الأول الذي فشلت فيه الحرية والتغيير. الرافضون لهذا الاتفاق يعملون بعكس
المقولة الفلسفية لفريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني، بدلا من أن تلعن الظلام أوقد شمعة، شارك في الاتفاق وأثر من الداخل بدلا طيب من ما أنا بوعد فيها شمعة وبيطفي فيها الآخرين أصلا يعني. طيب الشمعة هي أن تجمع الناس حول الضوء، نعم، ليس أن تقودهم للظلام بهذه الصورة. طب ما دام الرافضون يتمتعون بهذه النسبة التمثيلية من الشارع، لماذا لا ينضم إلى هذا المفاوضات ويحدث تأثيرا من الداخل؟ ينضم الأقل ولا الأكثر والعكس يعني، ويأتوا بينضم الآخر يعني، انضم الأغلب للأقل ولا العكس. القضية ليست قضية انضمام، القضية يعني قضية أن نحن نتفق مع بعض. هؤلاء كانوا جزء من الحرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية، لكن الصراع على السلطة أخرجهم من المعارضة الاتفاق الإطاري، وخرج معهم كل السودانيين الآن. نعم. ليست توجهات سياسية فحسب، بل المجتمع نفسه. أنظر إلى شرق السودان الآن، أنظر إلى غرب السودان، أنظر إلى شمال السودان، أنظر الكتل السياسية، أنظر القوى المجتمعية، كلها الآن تتحدث عن هذا الاتفاق هو أزمة، هو الذي يقود البلاد إلى حافة الانهيار وحافة الاقتتال العسكري بين المكونات طيب المجتمعية والسياسية وحتى المدنية فيما بعد يعني. طيب أستاذ شوقي، مما يؤخذ على هذا الاتفاق بلغة سياسية رصينة، يتحدث بعض المعارضين لهذا الاتفاق بأن فريقا من الموقعين عليه وتحديدا المجلس المركزي لقوى تحالف الحرية والتغيير بأنه تعامل مع هذا الاتفاق كغنيمة ومكاسب سياسية، ويسأل هل هذا المنطق في التعامل مع الاتفاقات يحقق صالح البلاد على المدى المتوسط والبعيد؟ نعم، أعتقد أن هذه هي من المكايدة السياسية، هذا الكلام ليس صحيحا. والحجة التي دائما تذكر وتقرر بأن هنالك أحزاب قليلة، ثلاثة أحزاب، حزبين فقط سيطروا على هذا المشهد، هذا كلام غير صحيح، ويؤكد أن إما هؤلاء هذه الأحزاب القليلة غايت في الشطارة السياسية ولها قدرة سياسية خارقة استطاعت أن تختطف هذا المشهد وتجبر المجتمع الدولي أن يتعامل معها وتجبر العسكريين أن يتعاملوا معها، أما أو أين الآخرين؟ كيف الآخرين أستاذ شوقي؟ دعني أناقشك لو أذنت لي، يعني الآخرون. نعم أنا أريد أن أناقشك. نعم. حتى يستفيد. نعم أحسن. الآخرون أرادوا الانضمام إلى هذا الاتفاق، ولكن عندما طلب أركو مناوي وكتله الديمقراطية المنضوية تحت تكتل الديمقراطي الانضمام تحت كتلة واحدة، المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير رفض هذا وقال يجب أن توقعوا على انفراد. هذا يشير إلى أن لا يريد أن ينافسه أحد على زعامة المستقبل السياسي للسودان. نعم هذا كلام جيد، ولكن دعني أقول لك الحقيقة. الحقيقة أن أطراف هذا الاتفاق تم الاتفاق عليهم مسبقا، وأركو مني مناوي هو جزء من هذه المجموعات التي تتوقع على هذا الاتفاق، وكذلك جبريل إبراهيم، وكذلك التيجان السيسي، وكذلك جعفر المرغني، هؤلاء هم غوامة الكتلة الديمقراطية. ولكن هنالك من يريد أن يتحجج بهذه الحجة، حتى الحرية والتغيير نفسها لم توقع ككتلة، يجب أن يعلم الجميع ذلك. الحرية والتغيير لا توجد كتلة موقعة باسم الحرية والتغيير في الاتفاق الإطاري، الحرية والتغيير وقعت كأحزاب منفردة، ولكن من يريد أن يعطل الاتفاق تمسك بأنه يوقع ككتلة، وأيضا يريد أن يغرق الاتفاق الإطاري بمن هم غير موجودين. أليس من حق المتحالفين والمتكتلين أن يوقعوا ينضموا إلى الاتفاق ككتلة واحدة إذا ما كان ذلك نتيجة وفاق داخلي بين هذه الكتل؟ لا ابدا، هنالك اتفاق موقع واتفاق بين كتلتين، بين كتله العساكر والمدنيين، المدنيين على اطلاقهم ليس الحريه والتغيير، يجب ان يفهم جميع ذلك. مساله التوقيع ككتل تم الاتفاق على رفضها مسبقا، فهذا يعني اتفاق جديد. عندما تاتي كتله تقول تريد ان توقع ككتله، هذا يعني ان نعيد الحديث عن الاتفاق، أن نعود مرة أخرى إلى من يعني الكتلة كيف يمكن أن تنضم للاتفاق. هذه اتفاق جديد تماما، والكتلة تريد أن تستصحب معها من كانوا غير موجودين في قائمة المتفق عليها مسبقا. هذه هي المعضلة، ليست معضلة كتلة وكتلة، معضلة الحرية والتغيير لم توقع ككتلة، وهؤلاء مكانوا شاغر وموجود. ولكن دعني أحدث عن مشكلة أكبر. الصراع الآن في السودان بين مجموعة هي أزمة الكتلة الديمقراطية أنها ساندت الانقلاب العسكري وخدمت عن الانقلاب العسكري، وهم وزراء حتى الآن مثل جبريل ومناوي الذي يحكم دارفور مع الانقلاب العسكري، وقيادة الانقلاب العسكري العسكرية تراجعت عن الانقلاب وندمت على الانقلاب، وهذا ما قاله حينتي نائب رئيس الانقلاب نفسه، قال أنا ندمان على هذا الانقلاب. وهم أجبروا بقوة الحرية والتغيير، يعني عندما يتحدث أحد
بأنهم ثلاثة أحزاب وأنهم لا جماهير لهم وأن الشعب السوداني كله خرج من هذا الاتفاق، أرجو أن لا تشتري هذه البضاعة. هذه بضاعة سياسية فاسدة، لأن لا يمكن المجتمع الدولي لا يعقل أن العسكريين بكل قوتهم وسيطرتهم على البلاد وأن ينحازوا فقط لتحليك حزبين أو ثلاثة، هذا ليس منطق. هذه هي القوة المؤثرة، هذه هي القوة التي لديها جماهير، هذه هي القوة التي أسقطت نظام البشير مع الجماهير في الشارع. فلذلك أجبروا على لكن تجمع أستاذ شوقي، تجمع المهنيين السودانيين أستاذ شوقي، تجمع المهنيين السودانيين على هذا الاتفاق، تجمع المهنيين السودانيين أيضا يمتلك قوة كبيرة على الأرض، وهو الذي يقود الحراك المناهض للحكومة الحالية في الشارع، وهو رافض لهذا الاتفاق. من؟ تجمع المهنيين السودانيين. لا، ليس التجمع المهنيين الذي كان في السابق، يجب أن تعرف هذه الحقيقة أيضا. تجمع المهنيين حدثت فيه انقسامات كبيرة، ولم يعد هو الذي يقود الحراك في الشارع. مثل ما حصلت انقسامات كبيرة في تحالف قوى الحرية والتغيير. ليس صحيحا، من يقود الحراك في الشارع الآن هي لجان المقاومة. ليس، ولم نسمع أي بيان للحراك الآن من التجمع المهنيين. لا أريد أن تراجع هذه المسألة في المسألة السودانية. من يقود الحراك هي لجان المقاومة، هي التي تقود الحراك في الشارع. جميل. تجمع المهنيين. لكن اليوم تجمع المهنيين انقسم على نفسه. نعم أستاذ شوقي، لكن اليوم نحن اليوم نتحدث عن جبهة واسعة ترفض هذا الاتفاق، نتحدث عن مناوي. ليست واسعة. دعني أصحح لك معلومة. واسعة على الأقل من حيث العدد، على الأقل من حيث العدد. دعني أصحح لك معلومة عزيز. تفضل. دعني أصحح لك المعلومة. تفضل. هي ليست جبهة واسعة. هي جبهة من حركات مسلحة جاءت باتفاق سلام، مسموح لها أن توقع على الاتفاق الإطاري. هي ليست لديها قوة سياسية، هي حركات مسلحة، هي ظلت تستخدم أموال مشبوهة في اعتصام المال. طيب على الأقل من الجيش. طيب وضحت الصورة. على الأقل الآن الجيش مجبر على المضي في الاتفاق السياسي، فهي الآن ليس لديها سند حقيقي إلا أن تستعين بالنظام. دعني على الأقل دعني أتبنى على الأقل وجهة نظر المعارضين لهذا الاتفاق. يقولون أن هناك جبهة واسعة رافضة لهذا الاتفاق، أركو مناوي وجبريل إبراهيم والإسلاميون والقوميون واليساريون وبعض لجان المقاومة والتجمع المهنيين السودانيين. هذا كله إلى أي مدى يمتلك تأثيرا حقيقيا لمنع إنفاذ هذا الاتفاق؟ هو ما نبحثه بعد وقفة أخيرة. نعم، هذا سؤال جيد. سنرجع لمحادثة هذا الأمر، لكن بعد وقفة أخيرة، أرجو أن تبقوا معنا. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة. نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها. نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم أستاذ حمد. يعني هناك جبهة يرفض الأستاذ في الخرطوم أن تكون واسعة، لكن يعني نتحدث عن مني أركو مناوي فصائل عسكرية وجبريل إبراهيم. أركو مناوي يحكم المنطقة كاملة في السودان، وجبريل إبراهيم والقوميين واليساريين والإسلاميين ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، كل هؤلاء يعملون تحت شعار اللآت الثلاثة المعروفة: لا شرعية، لا شراكة، لا تفاوض مع العسكر. السؤال هو يعني هل لهذه اللآت قيمة عملية على الأرض فيما يتعلق بمستقبل هذا الاتفاق؟ بالتأكيد له قيمة عملية وكبيرة جدا، لكن في نقطة مهمة ذكرت في الحديث أنه المجلس المركزي أجبر القوة الدولية أن تتعامل معه في هذا الاتفاق، وهذا ليس صحيح. المجتمع الدولي هو من اختار حفنة الأحزاب ليتعامل معها.
التأكيد لعمالتها للخارج وارتهانها من سنوات طويلة، وهذا معروف يعني. نعم. ليس ما القيمة العملية لهذه اللعبة؟ القيمة العملية هي القوة المجتمعية الحية. أنا أحدثك يعني، دع الصحفي الذي يتحدث الآن نزول للشارع لإعداد استطلاع حول من يقف مع الاتفاق الإطاري. إذا وجد في كل 10 أشخاص شخصين، أنا بكون هذا الحديث غير صحيح بالنسبة لي. لكن القوى المجتمعية كلها تتحدث عن الأحزاب الوطنية السياسية بالإجماع عدا هذه الثلاثة أحزاب، تحدث عن الكتلة الديمقراطية، تحدث عن قوة مجتمعية اسمها الإدارة الأهلية، هم بيمثلوا مجتمع كبير جدا داخل السودان، تحدث عن الإدارة الأهلية، تحدث عن الأحزاب، تحدث عن وطنيين كسر، تحدث عن القطاعات حتى داخل مؤسسات الدولة نفسها. طيب يقول لك كل هذه رافضة، جيد، هذا واسعة أو جبهة واسعة. نعم. لكن الاتفاق سيمضي، الاتفاق ماضي، الاتفاق سيمضى، سيفتح أزمة جديدة كما قلت من قبل، وسيفتح أزمات تجر بعضها بعضا إلى السودانيين. ونفس الفشل الذي صاحب حكومة حمدوك الأولى والثانية سيصاحب هذه الحكومة الثالثة، وسيفشل وسيسقط في اليوم التالي، وسيدافع عنه فقط مثل هؤلاء الصحفيين. الحديث عن حركات مسلحة سموها حركات كفاح مسلح، أصبحت حركات مسلحة وتستعمل المال الفاسد. المال الفاسد في السودان الآن ليست المال، الحياة السياسية كلها أفسدت بالتدخل الخارجي، والمال الفاسد دخل اليوم الصحفيين يعني والسياسيين كذلك. أستاذ حامد تتحدث كما لو أن الحياة السياسية في عهد النظام السابق كانت واحة الديمقراطية وتداول السلطة. يعني كل حياة سياسية عندها مشكلاتها وتحدياتها والمآخذ عليها. نحن لم نبرئ نفسنا أصلا بأي حال من الأحوال، نعتقد بالسياسية خاضعة للمحاكمة السياسية. أنا أتحدث عن واقع الآن. الآن نشهد أزمات حقيقية، لكن هذا الاتفاق سيقودنا إلى أزمات أعمق وأكبر بكثير من الذي يجري الآن، لأنه هو إصرار حفنة محددة من الأحزاب الصغيرة على أن تفرض سيطرتها هيمنة بقيادة الديمقراطية، وتريد أن تحكم السودانيين الآن من غير أي إجراءات دستورية، لا تفويض ولا انتخابات. حتى إن كانت هذه الأحزاب لها تأثير ولها وجود سياسي والمتحدث عنها يتحدث باسمها، فالتسم إلى صندوق الانتخابات. القضية الآن في هي ليست فقط من هي الأحزاب. هذا الاتفاق يقضي بتنظيم انتخابات مقبلة، انتخابات مقبلة. كيف يعني سيطبق بهذه الحالة إذا عزلت جزء من المكون المدني اللي كان موجود معك وقسمت المكون العسكري إلى قسمين الآن؟ هذه هي بداية أزمات كبيرة وضخمة يعني. طيب دكتور خالد، هذه القوى السياسية الواسعة كما قال الأستاذ حامد، ما قدرة التأثير العملي السياسي والعملي الذي يمكن أن تحدثه في تهذيب هذا الاتفاق، في تأجيل إنفاذه حتى تكتمل الظروف الداخلية المناسبة؟ ما القدرة العملية؟ القدرة العملية يعني بقول لك في بعد يمكن نص دقيقة تفضل بعد التعقيب، يعني هذه القوة المحدودة، وكانت عندما حصلت ظروف الثورة تمت سرقة الثورة، وده سلوك بتاع الشيوعيين معروف. حصلت هذه المسألة في سنة 64 عندما حاولوا اختطاف سرقة ثورة أكتوبر 64، لكن قوة الأحزاب في ذلك الزمن أجبرت رئيس الوزراء يستقيل، وبالتالي أبعد اليساريين من السلطة. وحاولوا هذه المرة في سنة 85 عشان يسرقوا السلطة، لكن كان الشخصية ثوار الذهب كانت قوية، وبالتالي الآن كانت الأحزاب ضعيفة، وبالتالي هذه الأحزاب سرقت الثورة. الآن كل القوى القادة بتاعنا هذه المجموعة اللي سرقت الثورة، وكان فعلا زخم الثورة، كانت هنالك شعبية كبيرة جدا تابعة عليهم وهم استغلوها. لكن بعد الفترة الكالحة بتاعت 3 سنوات الشعب السوداني وقف منهم موقف رافض، يعني يمكن حتى وجودي. أتحدى أي واحد من زعماء الأحزاب الثلاثة الآن يقف في مكان عام ويخاطب الجماهير. تم طرد الكمية منهم، يعني ما أدخل في التفاصيل، لكن كمية من الأسماء اعتدت عليهم الجماهير عندما حاولوا أن يعودوا للشارع، طردوهم تماما، حتى في ندواتهم اللي ممكن يعملوها اعتدوا عليهم ومنعوهم منع كامل. بالنسبة لسؤالك وأنه هذه القوة الجوانب العملية اللي ممكن تأثير العملي، يعني هذه المسألة هي ما هي في النهاية أصبحت عبارة عن مواجهة بين قوتين، كل قوة تريد القوة محدودة، تريد ان تستخدم جزء من المكون العسكري واللي هو بالتحديد الدعم السريع لحمايته، وبالتالي التسلط على الشعب السوداني بمجمله. القوة الاخرى دي الان يعني اتضح لها تماما عدم مقدرة الجسم المركزي لتحريك الشارع، وان الشارع انفض منهم تماما، وبالتالي اصبحت الان اعلان العمل الفعلي لإسقاط هذه الحكومة
وتم إعلان مبارح والله والمبارح تقريبا من الشرق بزعامة تريك إن يوم 1 أبريل واللي هو اليوم اللي افترض أنه يتم فيه الإعلان السياسي والتوقيع فيه بإغلاق الشرع تماما، وليس المسألة مسألة الشرق، المسألة مسألة التمثيل والرفض للاتفاق الإطاري. وكذلك القوة بتاع الشمال أعلنت يعني قفلها وقفلها للشارع بتاع الشريان الشمال، وبالتالي في نفس هذا التاريخ امبارح والله امبارح كانت في ندوة يعني نظمتها. هل هذه تحركات كافية لتعطيل الاتفاق؟ نعم نعم بهذا الحجم مع فعل يعني كانت امبارح او امبارح ندوة كانت في 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 في, في الفاجر نظمتها القوة الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الكتلة الديمقراطية نظمتها، وكان تكلموا بصورة واضحة جدا إنه الخيارات الآن أصبحت ثلاثة بالنسبة لهم واضحة قدامهم، إما حدوث انقلاب عسكري وإما تحصل حرب داخلية وإما تحصل فوضى عارمة في البلد، وهم لا يتمنوا أن يحدث ذلك، وبالتالي أدوا يعني مناشدة للبرهان بأنه يتدخل وأن يوقف هذه المسألة قبل أن قوة أخرى تتكلم الآن عن أنه إذا تم إعلان حكومة هي كذلك هتعلن حكومة وواضح. طب إذا ما كانت كل هذه القوى تمتلك نعم. هذا القدر من الشعبية في الشارع نعم. لماذا لا تنظم تظاهرات تبرر على الأقل يعني هذا السردية التي يتحدث عنها مثلا جنابك نعم. بأنه يمتلكون شعبية كبيرة؟ لا نجد تظاهرات رافضة لهذا الاتفاق. ما كلها إذا تم التوقيع على الإعلان ومشت بصورة ده كله الآن في طور الإعداد وهو يعني حيمشي، ويمكن في الفترة الفاتت حصلت كمية من الحراك الجماهيري، وكان حراك جماهيري ضخم جدا عندما كانت المناداة بالتدخل أو الرفض للتدخل الأجنبي بصورة سافرة، وحتى كانت الاحتجاجات نظمت يعني حشود ضخمة جدا نعم. يعني أمام البعثة المتحدة طيب. مش كده حتى لجان المقاومة الآن اللي تكلم عنها بأنها هي اللي تقود الشارع هي ضد هذا الاتفاق طيب. حتى لجان المقاومة الآن الموجودة هي ضد هذا الاتفاق ويعني وترفض هذا الاتفاق نعم. وهذه نقطة مهمة دعنا نعم. نسمع رأي الأستاذ شوقي نعم. أستاذ شوقي يعني تحدثت عن سمعت حديث الضيوف الكرام عن تحركات في الشارع في أروقة السياسة عند الرافضين لهذا الاتفاق لمنع إنفاذ هذا الاتفاق، وهناك تطور أيضا أن قالت قوة تحالف الحرية والتغيير فرع التكتل الديمقراطي قالت بأنها ستنشئ حكومة موازية لأي حكومة تنشأ عن هذا الاتفاق، كيف ينظر لهذه التهديدات في داخل السودان فيما يتعلق بمستقبل الاتفاق؟ نعم أنا أشكرك جدا على سؤالك ضيفك الكريم، لماذا لم يحركوا الشارع، لماذا لم يخرجوا في تظاهرات نعم. فقط يهددوا بعمليات عسكرية وانقلابات عسكرية وهكذا، هذا دليل على أن ليس لديهم جماهير وليس قوة سياسية، ومن أي شخص يمكن أن يعلن عن نفسه أنه حزب سياسي وأنه واجهة سياسية. أعتقد أن عدم في قدرة ضيفك على الإجابة على هذا السؤال يعني أنا أرجو أن تظهر قدرتك في الإجابة عن سؤالي من فضلك، كيف ينذر داخل السودان نعم. إلى هذا التهديد الذي أطلقته حركة تحالف الحرية والتغيير نعم. تكتل ديمقراطي لإنشاء حكومة موازية لأي حكومة تنشأ عن هذا الاتفاق؟ لا يمكن أن تنشئ حكومة موازية لأنهم هم خدموا مع الانقلاب، الانقلاب هو الآن يدعي أنه يخدم حسب الوثيقة الدستورية التي عطى البنود منها، الانقلاب نفسه قائد الانقلاب الفريق البرهان سيلغي الوثيقة الدستورية وسيعمل بالوثيقة الدستورية الجديدة، فهذا ستكون حكومة ليس لديها أي سند دستوري وليس لديها سند جماهيري كما ذكرت لك، وليس لها أي سند دولي ولا إقليمي ولا مجتمعي ولا من الأمم المتحدة ولا من أي جهة، وهي أيضا ليس لديها أحزاب. جميل جميل أستاذ شوقي، وماذا عن المجلس وماذا عن مجلس نظارات البيجا الذي أغلق المنطقة الشرقية من السودان، وكذلك جبريل إبراهيم الذي هو وزير المالية في الحكومة الحالية هدد بشكل واضح بانقلاب عسكري في البلاد؟ هو ليس لديه قوة داخل البلاد ليحدث انقلاب عسكري، هو قال أنا كتبت للبرهان أن يصدر قرارات، هو يخدم تحت البرهان، فلذلك هو لا يستطيع أن يحدث قوة انقلاب عسكري، هو لديه قوات موجودة في ليبيا موجودة في أطراف السودان قوات هناك ولديه شرافات في الخرطوم لا تستطيع ان تحدث انقلاب. طيب في نهايه المطاف استاذ شوقي طيب استاذ شوقي في نهايه المطاف هل من الحكمه السياسيه والحصافه الاصرار على انفاذ اتفاق
هناك قوة سياسية تمتلك قوة عسكرية على الأرض رافضة لهذا الاتفاق، أليس هناك لغة تعقل حفاظا على مستقبل البلاد واستقرارها بجمع الأطراف وإعادة التفاوض من جديد حول رؤية أفضل لهذا الاتفاق تشمل فئة أوسع؟ نعم نعم، وهذه الفئة حتى الآن الأيدي ممدودة والحرية والتغيير في كل يوم تعقد معهم اجتماعات ولقاءات وترسل الرسائل، وكذلك المجتمع الدولي أن ينضموا لهذا الاتفاق، لم يرفضهم أحد، ولكن هم يريدوا أن يأتوا للاتفاق على طريقتهم وليس على طريقة الاتفاق الإطاري المتفق عليه. وهذه ثورة يا عزيزي لا يمكن أن تزعم لنظام بائد ولفاسدين هربوا خارج السودان يمولوا هذه الأنشطة. هم الآن لا يستطيع، حتى النظام البائد الذي يمول هذه الحركات خرج إلى الخارج، لا يستطيع قادة الحرية والتغيير يمشوا بين الناس في الأسواق، فهؤلاء الآن يمولوا هذه الحملات من الخارج لزعزعة السودان بالعودة للسلطة. طيب وصلت جديد إبراهيم لا يملك إرادته الآن، هو ليس يعمل حسب إرادته، متهم الآن بأنه ينفذ أجندة لآخرين. طيب وصلت الفكره. يبدو اننا في حلبه اتهامات دائما بين جميع الاطراف. استاذ حامد، الان هذا اريد ان برؤيتك وانت كنت مسؤولا في الدوله سابقا، يعني عندما يقرر نظرات البيجا انه اغلاق منطقه الشرق في السودان ويعني يصل به الغضب والرفض لجبريل ابراهيم الى ان يلوح او يحذر من انقلاب عسكري، هل ينبغي ان تحمل هذه التهديدات على محمل جد ام انها كما قال يعني لا تعبر عن قوه حقيقيه على الارض؟ اول في نقطه مهمه اللي هي مساله التحشيد ضد هذا الاتفاق الاطاري استمرت شهور طويله من قبل يعني، وخرجت عشرات بل مئات الالاف ضد هذا الاتفاق وما تزال تستمر. والاخ الصحفي يعلم والناس كلهم يعلمون ان قياس الراي العام الان داخل السودان لك ان تغرى نبض الجماهير من خلال التعبير السياسي والإعلامي لترى ما هي النتائج المتوقعة من هذا الاتفاق الإطاري وما هو حجم الرفض إليه بهذا المستوى. انظر إلى شرق السودان الآن، انظر إلى شمال السودان، انظر إلى وسط، انظر إلى الندوة التي أقامتها الكتلة الديمقراطية بالأمس بالفاشر، حضور كم من الناس وما هو التحشيد الذي يمكن أن يواجه هذا الاتفاق الإطاري. أنا أتحدث عن أنه سؤالك خروج التريك ومجموعة النظارات البيئة لإغلاق شرق السودان هذا مهدد أمر كبير جدا يعني، ولكن التجاهل والإصرار على قيادة الناس نحو المواجهة هو الذي يجري الآن، وليس فقط تريك الذي سيخرج غدا إذا وقع هذا الاتفاق الإطاري. وأنا بقول بكل وضوح هذا الإجبار للقوى السياسية التي توقعت على الاتفاق الإطاري إذا استمر سيقود السودان إلى هاوية. يا أخي إذا أجبرت فتاة على زواج تزعن اليوم ثم تدخل في مرحلة طلاق من قديم، لماذا تجبر كل السودانيين يدخلوا في هذا الاتفاق؟ والكلام ده ما قلناه نحن، قالوا رئيس المجلس السيادي قال نحن وقعنا على الاتفاق وكرعنا في رقبتنا، وخرج متحدث الحرية والتغيير وقال نحن بنحوم هذه السفارة سفارة سفارة. وكل هذا الاتفاق الآن انظر إلى القاعات والورش، وجود الأجنبي فيها أكثر من وجود السوداني، هل هذا الاتفاق يمكن يخدم السودانيين بأي حال من الأحوال؟ هذا كلام غير لائق وغير طبيعي وغير حقيقي وغير مقبول أصلا بأي حال من الأحوال. لذلك أنا أقول حديث جبريل إبراهيم هو توقعات، أنا لو أتحدث بنيابة عن جبريل إبراهيم، ولكن كل السودانيين الآن يتحدثون استفزاز القوات المسلحة والأجهزة النظامية وتعرضها للإهانة سيقود بهذا الحال. وهذه تجارب السودانيين، عندما تصل المرحلة السياسية الانسداد في الأفق تدخل القوات المسلحة، وهذا الذي يجري الآن. السياسيين هزول خلف السلطة وتمكين أحزاب صغيرة، ولكن القوات المسلحة تتفرج الآن، سيجبرها الشعب في يوم ما إلى خوض هذه المعركة ولتغيير النظام الحالي. هذه توقعات وليس تهديد لا من جبريل ولا من غيره. طيب بقي معي دقيقتان دكتور خالد من فضلك، يعني إلى أين يسير السودان في ظل هذا الانقسام حول الاتفاق ذاته بدقيقتين؟ والله أنا آمل إذا كان من القوى الخارجية أنها تنتبه لهذا الطريق الذي يعني يقود فيه الاتفاق الإطاري، وتمارس نفس الضغط التي مارسته على الحرية والتغيير قبل ذلك وأجبرتهم عشان يجوا ويتلموا على العساكر. أتمنى بنفس هذه الصورة. المسألة الثانية كذلك، يعني أنا الآن أعلم أنه في مساعي جارية حتى من الثلاثية في داخل السودان، وحتى مبارح كانت الثلاثية اجتمعت مع الكتلة الديمقراطية يعني سعيا لهذه المسألة، وأعلم أنه كذلك كمية من الجهود. آمل وأتمنى أنه تنجح هذه الجهود، وعلى الأقل يأتي العقل اللي هو الحرية والتغيير يعني، وتفكر مرة واحدة وتقرأ قراءة
صحيحة من الأحداث ومآلات الأحداث، وليس بالرغائب وليس بالأماني، ولكن من الواقع ومن المعطيات والأحداث الموجودة وما يمكن أن تؤول عليه الأوضاع. فإذا تمت هذه القراءة وتمت يعني تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة وعلى المصلحة الحزبية، أنا أفتكر يمكن أن يتم العبور عن من هذه النفق الذي تقود فيه الحرية والتغيير السودان إليه. وحتى يعني تقدم مصلحة الوطن، ينبغي أن تكون هناك ظروف سياسية ملائمة لهذا الفكر السياسي. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي في الاستوديو حامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي الأسبق، ودكتور خالد الحسين الباحث والمحلل السياسي، وكذلك الشكر موصول للأستاذ شوقي عبد العظيم الصحفي والمحلل السياسي، كان معنا من الخرطوم. الشكر الأكبر لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.